أذكر تطبيق مع لونه من تطبيقات الموبايل. يمك أذكر تطبيق مع لونه من تطبيقات الموبايل. الفيسبوك. الفيسبوك واللون. وإحنا نريد تطبيق واللون. قلت لك أذكر تطبيق مع لونه من أزرق. تطبيقات ها؟ أزرق. 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 فيسبوك. فيسبوك أزرق أفضل وأحلى. أعلى احتمال جاوب عليه الأخ فيصل. أستاذ أرجان تفضل إلى مكانك وأخ فيصل أخذ مكانك حتى نبدي بالسؤال. نسأله على عائلة البنا، وطبعا مع عائلة البنا معاك دائما يا نعمة. يلا نعمة خلينا نشوف. اذكري تطبيق مع لونه من تطبيقات الموبايل. فايبر ولونه بنفسجي. الفايبر ولونه بنفسجي. نعم 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 نعم. في نهاية الفايبر ولونه بنفسجي. من أروع ما يمكن. أميد. واتساب أخضر. واتساب أخضر. واتساب لونه أخضر. بقى عندنا أربع احتمالات. أربع احتمالات. دينا. سناب شات لونه أصفر. سناب شات لونه أصفر. حلو حلو. سناب شات لونه أصفر. باقي ثلاث احتمالات. لا تنطون غش. لا واحد يشاور الله. يلا فيصل جاوبني. اذكر تطبيق مع لونه من تطبيقات الموبايل. اليوتيوب أحمر. يوتيوب. نعم نعم. احتمال موجود 20 نقطة. إذا اعتمد على نفسك دائما وأبدا. أوكي نعمة أنت الآن جاوبيني وإلا فلا. يلا يلا اذكري لي تطبيق مع لونه من تطبيقات الموبايل. الماسنجر لونه أزرق. الماسنجر اللون الأزرق. خطأ خطأ. هذا الخطأ الأول عفوا. راح نبدأ نعيد السؤال. أكو باقي احتمالين. خطأ الثاني وتهيئون نفسكم. أميد أنت يبدو تعرف بالمواقع أو ألوانها. يلا أذكر تطبيق مع لونه من تطبيقات الموبايل. إنستغرام بنفسجي. الإنستغرام لونه بنفسجي. نعم مضبوط مضبوط. الانستغرام مع اللون البنفسجي. باقي لكم احتمال واحد وتفوزون بهذا السؤال. وانتم عندكم خطا واحد واحتمال واحد فجاوبوني. دينا انطيني تطبيق مع لونه من تطبيقات الموبايل. تويتر ازرق فاتح. تويتر ازرق فاتح. حددت لي تويتر ازرق.